تناولت صحيفة ليبوا الفرنسية ما وصفته بتخلص السلطات القطرية بهدوء من علي بن فطيس المري الذي شغل منصب النائب العام في قطر على مدى 19 عام قبل أن تتم إقالته. وقالت الصحيفة إن السبب وراء هذا القرار المفاجئ هو أن الرجل تلاحقه العديد من الشكاوى الدولية المتعلقة بالفساد وغسيل الأموال والتربح غير المشروع. والمفارقة هنا بحسب الصحيفة أن الرجل المتهم بالفساد والاختلاس هو نفسه رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الفساد ويترأس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف منذ عام 2017، وهو هيكل لا يبدو أن له أي نشاط حقيقي بحسب الصحيفة. ومن اللافت أيضاً أن بن فطيس المري كان دائما الظهور الإعلامي بشأن مكافحة الفساد. والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد من يدها، هذا المبدأ اللي عندنا. الفساد رذيلة يجب تجنبه، ولن يتردد في تلبية نداء محاربة الفساد إلا شخصاً أعتقد أنه تجرد حتى من إنسان. لكن ما كشفته الصحيفة الفرنسية يبدو مناقضاً تماماً للخطاب الذي يدعي بن فطيس المري تبنيه. وتنقل الصحيفة أنه في 6 يوليو تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة طويلة موقعة من الشيخ أحمد بن خالد بن محمد بن علي بن عبد الله بن قاسم بن محمد آل ثاني، وهو عضو في الأسرة القطرية الحاكمة، يتهم بالاسم المدعي العام السابق لدولة قطر والعديد من شركائه باختلاس ثروات دولة قطر لمصالحهم الخاصة واستخدام فرنسا كملاذ لارتكاب أعمال إجرامية فيما يتعلق بالعدالة الدولية. ومن ناحية أخرى، فإن المدعي العام السابق لدولة قطر موضوع شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة تم إرسالها في يناير 2021 إلى أمينها العام أنطونيو غوتيريش، تشير إلى أعمال انتهاك لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب شكاوى أخرى من جهة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، وشكوى أخرى أمام النيابة العامة في جنيف بشأن الإدارة غير العادلة وغسيل الأموال. وتشير الصحيفة إلى جانب من ثروات بن فطيس المري التي راكمها رغم أنه لا ينتمي إلى عائلة قطرية ثرية، حيث تمكن من شراء قصور وعقارات فخمة في فرنسا وسويسرا. وتتساءل الصحيفة في تقريرها بشأن ما إذا كانت ستتم ملاحقة علي بن فطيس المري، أم أن القضاء لن يكترث بمحاسبة رجل تمتع بكل هذا النفوذ خلال السنوات الماضية.